الرحمن السبعي، نائب الرئيس الاول لمحكمه الاستئناف بمكناس، رئيس المكتب الجهوي الوداديه الحسنيه للقضاة بمكناس، بدأنا الاستئناف بمكناس. يعني المكتب الجهوي الوداديه الحسنيه ينظم هذه القافله الطبيه بمساهمه ديال المندوبيه الاقليميه لوزاره الصحه، وكذلك بمساهمه بعض المحسنين اللي تقدموا لنا بواحد المجموعه من الادويه جزاهم الله بخير. وكتاتي هذه القافله الطبيه في اطار الانشطه الاجتماعيه اللي كتقوم بها الوداديه الحسنيه للقضاة. كتعرفوا بان الوداديه الحسنيه للقضاة يعني عندها واحد المجموعه من يعني في اطار العمل ديالها الجمعوي، ماشي كتدافع فقط على المصلحه ديال القضاة، وانما كتدافع على المصلحه ديال القضاة في الجانب المهني، وكذلك كل ما له علاقه بالاعمال الاجتماعيه. وكتشوفوا بان هذه القافله هذه يعني متعدده التخصصات، فيها اطباء ديال القلب، ديال جراحه العظام، ديال العيون، ديال السكر، ديال الفحص بالصدى، يعني بمختلف الاجهزه، بمختلف مزودين بمختلف الادويه. الاقبال كان انتم كتشوفوا بانه كثيف، لا ومن طرف السادة القضاة والمستشارين، ولا من طرف الموظفين واطر الكتابه بالضبط، ولا حتى من طرف الاعوان وكل العاملين بالدائره الاستئنافيه ديال هذه المحكمه. وكنشكروا بهذه المناسبه هذا المندوب الاقليمي لوزاره الصحه على التفاعل ديالو، على الاستجابه ديالو، وكنشكروا كذلك الطاقم الطبي اللي حضر. وبالمناسبه او هذه القافله الطبيه كانت كذلك مناسبه للترويج والتحسيس بواحد الموضوع مهم جدا، وهو الموضوع ديال التبرع بالاعضاء والانسجه البشريه. وكيف ما شفتوا راه حنا جبنا معنا هذا السجل هنا لهذه القافله هذه، وكان كاين واحد الاقبال، يعني واحد المجموعه ديال القضاة، واحد المجموعه ديال الموظفين والاعوان، يعني اقبلوا على التبرع بالاعضاء وبالانسجه ديالهم، وهذه يعني حمله تحسيسيه حتى لفائده هذا الموضوع هذا اللي في غايه الاهميه. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور سعيد الفقير، مندوب وزارة الصحة بمكناس. حنا اليوم كنتواجدوا في مقر محكمة الاستئناف بمكناس في إطار واحد العمل اللي جاء على إطار الدعوة الكريمة ديال الودادية الحسنية قضاة المغرب، اللي بغاو ينظموا واحد الحملة طبية لفائدة موظفين ومستخدمي وعمال المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وفي إطار انفتاح ديال المندوبية على المحيط ديالها، فحنا لبينا الدعوة بكل أريحية. واليوم الحملة الطبية فهي متعددة اختصاصات، وكتشمل الموظفين ديال المحكمة والأعوان والمستخدمين ورجال الأمن اللي كيشتغلوا في محكمة ديال الاستئناف، وبعض الأعوان اللي كيشتغلوا حتى في محكمة ديال الابتدائية. التخصصات اللي أطرنا اليوم هي تخصصات ديال الجراحة العامة وجراحة العظام، تاع الطب البديني، أمراض المزمنة كمرض السكري ومرض ارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب، الكشف على أمراض العيون وتصحيح النظر بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مشكل ديال النظر، والفحص والتشخيص ديال مرضى اللي عندهم مشكل ديال كونسير ديال الثدي وعنق الرحم. إذن واحد العملة متعددة اختصاصات اللي شاركوا فيها عدد كبير ديال الأطباء اختصاصيين وممرضين وأعوان، وكذلك كاين الأدوية بالنسبة للمرضى المزمنين اللي غيستافدوا بأدوية مجانا في إطار هذه الحملة الطبية هذه. محمد عبد البراق، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس، نائب رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمكناس. اليوم يسعد المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمساهمة مع المندوبية الإقليمية للصحة أن يقوم بافتتاح قافلة طبية لفائدة القضاة العاملين بالدائرة القضائية بمكناس، وكذلك الموظفين ومرتفقي العدالة. هذه القافلة التي منظمة اليوم يعني تشمل مجموعة من الاختصاصات الطبية لفائدة القضاة والموظفين، بالإضافة إلى إعطاء بعض الأدوية مجانا. وكذلك تخلل هذه الحملة حضور السادة القضاة والمسؤولين القضائيين من أجل إطلاق حملة توعوية بخصوص التبرع بالأعضاء. وقد عرفت صبيحة انطلاقة الحملة توفد مجموعة من الأشخاص قصد التبرع بالأعضاء، وقد تم تضمين طلبة التبرع بسجل معد لذلك، وتمت إحالتهم على استيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس قصد تضمينها بالسجل المعد لذلك كذلك.
وكذلك عرف هذه الحملة الطبية حضور وزير للإعلام وكذلك لمجموعة من المهتمين بالشأن الطبي. وفي إطار التواصل مع السادة القضاة سنعمل إن شاء الله في القريب العاجل إلى تعميم هذه القافلة الطبية على باقي المحاكم الدائرة والدوائر القريبة من دائرة القضائية بمكناس إن شاء الله. أمينة المالكي رئيسة المحكمة الابتدائية بأزرو عضو المكتب المركزي الودادية الحسنية للقضاة. هذا النهار كنحضروا نشاط من الأنشطة ديال الودادية ديال المكتب الجهوي الودادية الحسنية للقضاة على مستوى الدائرة ديال المحكمة الستينة في مكناس، اللي قام بواحد البادرة هامة جد هامة وإنسانية واجتماعية فائدة السادة القضاة والسادة الموظفين والسادة الأعوان كل عاملين بالدائرة القضائية المحكمة الستينة في المحاكم التابعة لها، اللي كتمثل في هذه القافلة الطبية اللي كتشمل مجموعة ديال التخصصات الفائدة ديال جميع القضاة والموظفين العاملين. وهذه بادرة إنسانية واجتماعية تحسب المكتب الجهوي بمكناس وبقيادة الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الرحمن السبعي رئيس المكتب الجهوي، وجينا باش نساندوا الزملاء ديالنا ونحضروا معهم ونستافدوا من هذه القافلة الطبية اللي نظمها المكتب الجهوي. اليوم نظمت الودادية الحسنية للقضاة على صعيد محكمة الستينة في مكناس حملة طبية لفائدة جميع قضاة الدائرة والموظفين، هذه القافلة تدخل في إطار البرنامج الاجتماعي المستطر من قبل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمكناس، كما أنها تدخل في إطار حملة تحسيسية لدى جميع القضاة والموظفين من أجل التبرع بالأعضاء وجميع الإخوان الذين سيتبرعون بأعضائهم سيلجؤون إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس من أجل تسجيل أسمائهم بالسجل المعد لهذا الغرض. هذه بادرة لا يسعنا إلا أن نؤيدها ونناصرها ونتمنى أن تتكرر أكثر من مرة لما فيه خير لجميع السادة القضاة والسادة الموظفين، وشكرا. أستاذ مصطفى قاضي ابتدائي للناس، شاركنا في هذه الحملة الطبية اللي تشرف المكتب الجهوي الودادية الحسنية للقضاة بالتنظيم ديالها، واللي شهدت مشاركة مجموعة من الموظفين والقضاة، واللي فعلا كان لها واحد الواقع طيب وصدى طيب لجميع العاملين مرفق العدالة بالدائرة الاستئنافية بمكناس. وكنشكر المكتب الجهوي على هذه البادرة الطيبة اللي من شأنها الرقي بالمجال الصحي وبالنسبة للموظفين العاملين بهذا الإطار، لا موظفين ديال وزارة العدل لا قضاة هذه المحكمة، وكان بالفعل كانت مشاركة جد مكثفة لا بالنسبة للموظفين لا بالنسبة للقضاة. وبهذه المناسبة هذه كنقدموا الشكر الجزيل لجميع الصائرين على تنظيم هذه القافلة من أطباء وممرضين و كذلك المسؤولين في الجمعية المهنية اللي شرفت على تنظيم هذا العمل، ومشكورة والسلام عليكم.